مرحبا بكم في برنامج مزرعة الصين. جوز الهند هو المحصول الاقتصادي الرئيسي لعديد من البلدان الإفريقية. إن استهلاك الصين من جوز الهند مرتفع، ولكن هناك عددا قليلا من المناطق الملائمة لزراعته. فكيف نحدد مواقع إنتاج جوز الهند في الصين للتكيف مع السوق؟ أشجار جوز الهند وسحر البحر تعتبران أمرين قياسيين في تكوين المناطق الساحلية الاستوائية. فعندما تأتي إلى بعض المدن الساحلية وترى أشجار جوز الهند الشاهقة، ستسترخي فوراً، ويتكامل الأمر بشكل طبيعي عندما تكون ذاهباً في عطلة. إن جوز الهند يتوزع في أكثر من 90 دولة حول العالم، ما بين خطي عرض 23 درجة شمالاً وجنوباً. الدكتور فان هايكو من معهد أبحاث جوز الهند التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الزراعة الاستوائية يعد شخصية بارزة في صناعة جوز الهند في الصين. قام بتوجيه العديد من الشركات الصينية إلى كمبوديا وفيتنام وغيرهما من بلدان حوض نهر ميكونغ لتطوير زراعة جوز الهند وتصنيعه. فما هي خصائص الصنف الجديد لجوز الهند الذي يجعل الخبراء معجبين به للغاية؟ في العامين الماضيين ظهرت بعض ثمار جوز الهند الصفراء والبرتقالية في السوق في جزيرة هاينان، وهي تحظى بشعبية أكثر لدى السائحين من حيث المذاق. هذا الصغير له مذاق وطعم أفضل من الكبير بكثير، كما أن هذا حلو بعض الشيء. هذا للشرب أفضل. هذا أفضل بكثير. إنه منعش، كما أن نكهة جوز الهند لهذا قوية. هذا حلو جداً، إنه نقي ورائع. أعجب السائحون بجوز الهند المعتبر فاكهة والمختار من خبراء معهد أبحاث جوز الهند التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الزراعة الاستوائية مقارنة بجوز الهند المعالج، فإن جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة أصغر حجماً ويحتوي على ماء أقل، ولكنه نوع من الفاكهة ومذاقه كالمشروب ومناسب لتناوله كفاكهة. مدينة واننينغ بمقاطعة هاينان في الصين هي منطقة الزراعة الرئيسية للصنف الجديد من جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة، وهذا ضخ حيوية جديدة في اقتصاد المدينة. بمجرد أن يراه الناس يحبونه على الفور، إنه رائع، ولذلك نزرعه في واننينغ والمنطقة المجاورة لها. حتى تشيونغ هاي، هايكو وسانيا ليس لديها هذا، فالتجار يأتون إلى واننينغ للحصول عليه. حل جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة محل جوز الهند التقليدي، واتسع نطاق الزراعة، وحياة العديد من المزارعين في مدينة واننينغ بمقاطعة هاينان أصبحت أكثر ازدهاراً. هذه المجموعة الصغيرة قد حان وقت حصادها بالفعل، وهذه المجموعة المتوسطة لديها ثمار يمكن حصادها على مدار السنة، وبعد الانتهاء من حصادها تنمو مجدداً. كل شجرة ممتلئة بالثمار ولا تتوقف على مدار العام، هذه هي الثروة. رغم أن المال الذي أكسبه سنوياً ليس متساوياً، من السهل جني الأموال من جوز الهند. تبع جونغ ميان جي عمه في زراعة جوز الهند الجديد بعد تخرجه في المدرسة الثانوية، حيث أنهى العمل في مساحة 5 هكتارات ونصف الهكتار تقريباً من غابات جوز الهند بمفرده. إن الإنتاجية مرتفعة للغاية، حيث يمكن حصاد أكثر من 200 ثمرة لكل شجرة. يمكن لشجرة جوز الهند التقليدية أن تنتج 50 ثمرة سنوياً، بينما يمكن أن ينتج هذا النوع من جوز الهند الجديد 200 ثمرة سنوياً. المحصول قد يصل إلى 4 أضعاف من محصول جوز الهند التقليدي،
العائد مرتفع وتكلفة العمل ليست عالية. في أوقات الفراغ يربي جونغ ميانجي أيضاً أكثر من 300 دجاجة من مدينة وين تشانغ في غابات جوز الهند. الدجاج يأكل جوز الهند وهذا جعل ريشه مشرقاً ولحمه لذيذاً. سعر البيع أعلى من السوق إلا أننا لا نستطيع أن نلبي كل طلبات السوق. أصبحت الحياة أفضل مع وجود جوز الهند. ثمار جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة تنضج مبكراً عن جوز الهند التقليدي. لا يمكن جني أموال من جوز الهند التقليدي لأنها تستغرق 8 سنوات لتثمر، لكن 4 سنوات للجديد كافية ليثمر. يدير هوانغ تشانغرو حديقة في واننينغ بمقاطعة هاينان حيث يزرع جوز الهند، دائماً ما كان العمل فاتراً. ولكن منذ توجيهات خبراء معهد جوز الهند التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الزراعة الاستوائية تم زرع جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة، وأصبح العمل مربحاً في غضون 4 سنوات، وها هو يجمع ثماره. يمكن أن يؤتي ثماره في 4 سنوات، بينما تستغرق أصنافنا التقليدية 8 سنوات. إن هذا النوع من جوز الهند قصير، وعندما يصل إلى حوالي 60 سنتيمتراً يبدأ في أن يؤتي ثماره. جوز الهند الجديد يثمر مبكراً، ما يوفر من تكلفة القطف. شجرة جوز الهند التقليدية يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، كما يجب الاعتماد على المحترفين في حصاد جوز الهند، فبدون الخبراء والمهنيين لا يمكن القيام بهذه المهمة. لكن شجرة جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة ارتفاعها أقل من طول الشخص الواحد، يبلغ طولها حوالي 1.5 متر. حتى لو نما جوز الهند الجديد 20 عاماً فلن يتجاوز ارتفاعه 6 أمتار، ويمكن للبالغين حصاده باستخدام خطاف دون الحاجة للتسلق. إن هوانغ تشانغرو ليس قلقاً بشأن بيع فاكهة جوز الهند الخاصة به لأنها ما زالت تجذب السائحين. يمكننا شربها بعد قطفها وهذا الأمر يجذب السائحين، فهي صفراء وتبدو جميلة والجميع يحبونها. جرب أن تشرب واحدة. أزهار جوز الهند الجديد لا غنى عنها. قبل الإثمار تكون قد راكمت براعم الأزهار كمية هائلة من الطاقة بداخلها. هذا هو إغريض جوز الهند. حتى الآن لم تتفتح هذه الزهرة، إنها الآن برعم كبير، لكن عندما يحين الوقت ستنقسم وتنفتح بشكل تلقائي من هنا وتكشف عن عملية الإزهار. هذه هي عملية الإزهار بالنسبة لها، ويمكنك أن تري أن هذا هو الإغريض القديم الجاف. براعم الأزهار لشجر جوز الهند تدعى إغريضاً، فبعد أن يتفتح البرعم تتفتح الأزهار الأنثوية والأزهار الذكورية خلال عملية الإزهار، ويتم تلقيحهما بواسطة النحل والنمل. عندما تنمو ورقة جوز الهند تنتج برعماً، يمكنك أن تري أن هناك برعماً آخر هنا، وهذه الورقة أيضاً تحتوي على برعم، وعندما يحين الوقت تنتج هذه الورقة أيضاً برعماً جديداً، وجميعها على هذا الحال خلال فترة الإزهار والإثمار. بعد 30 عاماً من تجارب العلماء تم اختيار 3 أنواع من جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة: الأصفر ذهبي اللون،
والبرتقالي المائل إلى الحمرة، وعلى الرغم من أن الثالث أخضر تقليدي، لكن ماءه يحتوي على عطر خفيف، ويدعى ماء جوز الهند المعطر. اللونان الأصفر والأحمر هما اللونان المفضلان عند شعبنا الصيني، أما اللون الذهبي فهو خاص بتمني الحظ الجيد، لذا يجب على السائحين تجربته. يتمتع جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة بمظهر جميل ومذاق حلو وعائد مرتفع، كما يتلقى ترحيباً من المستهلكين والمزارعين الصينيين. لم تنسخ الصين تجربة فيتنام وإندونيسيا في زراعة جوز الهند المعالج، لكنها ركزت على تطوير جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة، وهذا أيضاً وفقاً للظروف المحلية، وقام باختياره فريق البحث العلمي للدكتور فان هايكو وفقاً للاحتياجات الفعلية والظروف المحلية للصين. يبلغ ناتج مساحة جزيرتنا 33,600 هكتار، وإذا تحولنا إلى إنتاج ثمار جوز الهند سيبلغ الناتج 214 مليون ثمرة، وتلك المواد الخام المستوردة إذا تم تحويلها سنحتاج إلى 2,600 مليون ثمرة. تعاني جزيرة هاينان من قلة الموارد، وهي تقع في الحافة الشمالية للمنطقة الاستوائية مع أماكن محدودة مناسبة لزراعة جوز الهند، لذلك فإن زراعة جوز الهند المعالج بقيمة منخفضة ليست فعالة. تزرع 195 نبتة في كل هكتار وتنتج كل نبتة 60 ثمرة، أي 4,286 دولاراً. سعر الجملة في المنطقة المحلية يصل إلى $1.40 للثمرة، فسعره أغلى 5 أضعاف من سعر جوز الهند المعالج. الفوائد الاقتصادية لكل هكتار تصل الآن إلى 43,000 دولار أمريكي، لذا فالمزارعون على استعداد للزراعة بشكل خاص. قامت جزيرة هاينان بإنشاء علامة تجارية كجزيرة للتجارة الحرة وجزيرة للسياحة الدولية، وفي السنوات الأخيرة نما الطلب على جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة. تتمتع بلدان حوض نهر ميكونغ بموارد سياحية، كما أن طلب السوق هناك على جوز الهند المعتبر نوعاً من الفاكهة كبير. بما أن أشجار جوز الهند هذه تستغرق 3 أو 4 سنوات لزراعتها، ظهرت أمامنا مشكلة مرة أخرى. أحضر المزارع الذي جاء من هايكو شتلات جوز الهند خصيصاً لطلب الاستشارة الطبية. لن تعثر عليها إذا لم تنظر إليها من كثب، فأوراق شجرة جوز الهند هذه جيدة. بمجرد أن تنمو أوراقها القديمة، سترى الديدان على أوراق الشجرة، وسيتعين عليك استخدام المبيدات الحشرية، وعند استخدامها يجب أن تركز الرش على اللب، لأنه هو جوهر الضرر. هذه تسمى خنفساء أوراق جوز الهند، تكون مخبأة في اللب الرقيق للأوراق، وتتحول الأوراق التي تعرضت للعض منها إلى اللون البني، ويصبح بها بقع سوداء كثيرة. فبمجرد أن تلدغ نقطة نمو الشجرة، تتوقف الشجرة عن النمو وتموت ببطء. إن اليرقات هي التي تشكل الضرر الرئيسي على جوز الهند، وليست الحشرات البالغة، حيث تأكل اليرقات الأوراق، فيصبح من الصعب التقشير دون التقطيع، ويمكنك تقشير الجزء العلوي فحسب. تختبئ خنفساء أوراق جوز الهند في لب الجذع، ويكون من الصعب العثور عليها، فعندما تنمو الأوراق، سوف تعثر على آثار لدغات الحشرات. في هذا الوقت، تكون الشجرة قد تضررت بشدة بالفعل من قبل الحشرات، ويكون من السهل أيضاً أن تصاب بأمراض أخرى. أصبحت مقاومة الشجرة ضعيفة، لديها حشرات قادمة وتغزو الجراثيم الشجرة أيضاً.
الطريقة الفعالة للتعامل مع خنفساء أوراق جوز الهند هي مكافحة الحشرات بالحشرات. عثرنا على نوعين من الأعداء البيولوجيين، دبابير صغيرة من الطفيليات ودبابير صغيرة قارضة. تضع الدبابير الصغيرة والقارضة بيضها في حريات ويرقات خنفساء أوراق جوز الهند، ويفقس بيض الدبابير في جسم خنفساء أوراق جوز الهند معتمداً على العناصر الغذائية الموجودة بداخلها. وعندما تنمو أجنحة الدبابير، تقوم بعض جسم خنفساء أوراق جوز الهند، ثم تطير للعثور على خنافس أوراق جوز الهند الآتية لتضع بيضها مجدداً. في الماضي كنا نستخدم مكافحة آفات ديناميكية مستدامة، لكن توصلنا الآن إلى توازن ديناميكي، ما يوفر عدداً كبيراً من العمالة ويمنع الكثير من التلوث الذي ينجم عن مبيدات الآفات الكيميائية. يخطط تشين داتشوان لبناء مصنع في كمبوديا لإنتاج الدبابير الصغيرة والقارضة، وذلك للتعامل مع خنافس أوراق جوز الهند، كما قام الدكتور فان هايكو بإحضار التقنيات إلى كمبوديا ونقلها إلى المزارعين. يكمن صداع المزارعين في صعوبة نمو شتلات جوز الهند، حيث يقوم المزارعون بزراعة شتلات جوز الهند بأنفسهم، كما أن جوز الهند ينبت ببطء، وعادة ما يستغرق 12 شهراً حتى ينبت، ويبلغ معدل الإنبات 40%، ويمكن أن يصل بعضها إلى 10% فقط. تعفنت هذه الجذور أثناء عملية زراعة الشتلات، وماتت البكتيريا المصابة، وتعفنت البراعم الصغيرة بالفعل في هذا المكان. افتحه وانظر، ستجد أنه لا يحتوي على ماء. كما أخبرتك، يوجد جنين بحجم حبة الأرز داخل جوز الهند، فبمجرد أن يواجه جوز الهند بيئة التربة المناسبة، يتوسع الجنين ويصبح ذا بنية تشبه الجذور. إنه يمتص الماء الموجود في الجزء الداخلي من جوز الهند، كما يمتص لحم جوز الهند ويحوله إلى مواد غذائية لتجعل شتلاته تنمو. البنية هنا تشبه بنية الجذور، وهذا العضو الذي يقوم بامتصاص الماء يشبه الإسفنج كثيراً، وبالضغط عليه هكذا سيسقط الكثير من الماء، إنه يمتص ماء جوز الهند. العديد من شتلات جوز الهند لا تنمو بنجاح، وذلك لأن الجذور والأجنة تصاب بالبكتيريا، فلا يمكنها توفير المواد الغذائية الكافية. لدينا 7 سنوات من البحث في عملية زراعة الشتلات، ويمكن لشتلاتنا إنبات الثمار قبل 4 أشهر، كما تمكنا من زيادة معدل الإنبات إلى 60%. يبدأ الخبراء بزراعة شتلات صحية وإرساء أساس متين، كما أن إدارة الزراعة وراء المزارعين سهلة والدخل مضمون بشكل كبير. خطط الباحثون لمسار علمي ومستقر لتنمية صناعة جوز الهند في الصين، وفي الوقت نفسه نقترح على الشركات الصينية أن تنشئ مصانع في بلدان حوض نهر ميكونغ، وذلك لدمج الأصناف الجيدة والتقنيات الجيدة والمواد الخام والبيئة الأرضية معاً حتى يتمكن الجميع من التطور.
دمج السوق المحلية مع المواد الخام للسكان المحليين ليست صفقة تجارية بسيطة، فإذا اتبعت شركاتنا هذا النوع من أفكار التطوير فإنها ستحظى بشعبية كبيرة. بالنسبة للأشخاص في المناطق الاستوائية، لطالما تم دمج أشجار جوز الهند التقليدية وفاكهة جوز الهند بعمق في حياتهم، لكنهم لم يتوقعوا أنه سيكون هناك العديد من الطرق الجديدة لتطوير فاكهة جوز الهند. ومن خلال التعاون مع الدول الإفريقية، تعمل الصين على توسيع مجال تطوير صناعة جوز الهند. شكراً لكم على المشاهدة، نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.